كثير من القضايا، منها المعاناة التي يعيشها أخواننا المتقاعدين من زيادة رواتب إلى التوظيف في أبنائنا المهندسين خريجين وقاعدين ببيوتهم 20,000 قاعدين ينتظرون التوظيف، بالإضافة إلى التركيبة السكانية. البنية التحتية تحتاج إلى بعض الإصلاحات. هذه الأمور التي تلامس المواطن الكويتي لابد أن تكون أولوية، لأن تلامس المعيشة اليومية للمواطن الكويتي. هناك من يطالب بجلب الالتحاق بعائل، التحاق بعائل. بالتعداد الأخير احنا 30% من عدد سكان الكويت، يعني المقيمين 70% واحنا 30%. مو معقولة إذا جبنا التحاق بعائل راح نوصل 25-20%، يعني نصير أقلية ببلدنا. ما يجوز هذا اللي قاعد يصير. التعليم صراحة يمر بمراحل سيئة جدا، يعني نحتاج إلى وقفة بالتعليم، الأسكان، الشوارع، يعني أمور كثيرة نحتاجها إلى، تحتاج إلى إنجاز.